أهلا بكم. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في غارة إسرائيلية على منطقة الباشورة وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وأظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار الكبير في الشقة المستهدفة والمنطقة السكنية المجاورة لها، كما سقط الركام الناتج عن الانفجار في الشوارع المحاذية للبناية، ما يفسر عدد الضحايا الكبيرة. هكذا يبدو إذن المشهد صباح هذا اليوم من حي الباشورة في العاصمة بيروت بعد استهداف إسرائيلي لإحدى الشقق التي تعتبر مقر أو مركز للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله. دمار كبير في هذا الحي وفي المبنى المستهدف، إحدى الشقق تم استهدافها بطريقة مباشرة. تتكرر هذه الاستهدافات في المرحلة الحالية، يعمد الجيش الإسرائيلي استهداف إحدى الشقق بعينها في أحد الأبنية. هذا المشهد شاهدناه في الجناح، في الكولا وغيرها من المناطق المستهدفة. دمار في المحلات التجارية إضافة إلى المبنى والشوارع المحيطة نتيجة هذا الاستهداف صباح هذا اليوم لجهاز الهيئة الصحية الإسلامية. في المكان الكثير هنا على الأرض من معدات العاملين الصحيين أو الإغاثيين، مما يدلل على طبيعة المكان المستهدف هذا. الاستهداف هو الثاني في العاصمة بيروت بعد استهداف محلة الكولا قبل يومين، وبالتالي ثمة خشية من أن تتكرر الاستهدافات في العاصمة بيروت. على بعد أمتار فقط يقع مقر رئاسة الحكومة اللبنانية، وهذا الاستهداف هو في عمق المدينة، وهذا بالتحديد ما عد أمرا لافتا يوم أمس أن تصل الاستهدافات إلى عمق المدينة، ما يعزز المخاوف هنا في الشارع البيروتي وفي الشارع اللبناني عموما من أن تتحول بيروت مع الاكتظاظ السكاني الكبير فيها، الذي يضاف إليه بطبيعة الحال من نزح من الضاحية باتجاه العاصمة بيروت، أن تتحول إلى هدف دائم، وبالتالي هذا قد يعرض الكثير من السكان للخطر. محمد شبارو، التلفزيون العربي، من حي الباشورة بيروت.